في الإطار ذاته أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتطوير علاقاتها مع البرازيل في شتى المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهما. وخلال لقائه الرئيس البرازيلي ميتشل تامر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، رحب الرئيسان بإنهاء إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوزوس الذي يضم في عضويات البرازيل، بما يسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع. كما أشاد الرئيس البرازيلي بما أنجزته مصر على مدى السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد تدعيم الاستقرار والإصلاح الاقتصادي.